نظم نادي رشد للفروسية وسباق الخيل السباق 13 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس اللكزز برعاية شركة إبراهيم خليل كانو، وكأس فطيس الهجري للجيادة العربية، وكأس النادي الملكي للغولف على مضمار السباق بمنطقة الرفة في الصخير، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد عمار ببشيت مدير عام أول العلاقات والمعايير المؤسسية بشركة إبراهيم خليل كانو بتقديم كأسي اللكزز للشوطين الثاني والخامس إلى المضمر الفائز محمد سعيد، وكأس اللكزز للشوط الثامن إلى المضمر الفائز جعفر مرزوق، فيما قدم على عبد المنعم مدير المبيعات بشركة إبراهيم خليل كانو كأس اللكزز للشوط الأول إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، وكأس اللكزز للشوط السابع إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، فيما قام السيد راشد الهجري بتقديم كأس فطيس بن سالم الهجري إلى المضمر الفائز يوسف طاهر. كما قام كريستوفر مدير عام النادي الملكي للغولف بتقديم كأس النادي إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.